أكيد ما كنت متوقعة أبدا أنه ضلني ملكة جميل أبدا يعني، بس ما صار في الانتخابات سنة الماضية قلت أنه هلأ بعد شوي رح يأجلوا وأكيد حيعملوا، بس صارلنا عم نفكر هيك صارلنا بوقت طويل. تعودت على الفكرة، ومثل ما قلت أكيد يعني يا ريت فيني أعطي اللقب لبنت جديدة، بس للأسف نحن عايشين هلا. وإيه أنا لظروف مش حلوة أبدا رح صير ملكة جمال، إنه رح ضلني ملكة جمال لبنان، بس عم جاري بذات الوقت اطلع على هيدي الشغلة بطريقة إيجابية، إنه كيف أنا بعد فيني أثر، كيف بعد فيني يكون عندي منبر توصل فكرتي. أكيد نحن هلا مرقنا وعم نمرق بفترة كتير 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 صعبة اقتصاديا، اللي صار على 4 آب يعني كلنا سوا بعدنا state of shock، وبفتكر هيدا الشوك ما عم بيخلص معنا، عم نضلنا عم نعيشه كل يوم. تقول انه كشباب وصبايا we're being flexible، we are، لانه بس مش لانه نحن بدنا، ما عنا غير شوا غير choice. اكترية انا كدوري كدور كمس لبنان وكصبية عادية مع أصحابي بجرب قد ما فيه يكون بوزيتيف، لأنه بالنهاية البوزيتيفيتي هي يلي بتخلينا نتخطى كل هول الصعوبات.